الموجز الاقتصادي. أهلا بكم أيها السيدة والسادة. أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة في بغداد تجري مفاوضات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية لشراء حصتها في حقل غرب القرن واحد بمحافظة البصرة. وأضافت المصادر أن المفاوضات الجارية مع إكسون موبيل حققت تقدما ملموسا في المباحثات الأولية، لكن هناك منافسة من شركات أخرى ترغب بشراء الحصة أيضا. وأشار خبراء في مجال النفط إلى أن غياب الاستقرار السياسي في العراق إضافة إلى الشروط التعاقدية وتأخر المدفوعات للشركات النفطية دفع الشركة لبيع حصتها البالغة نحو 33%. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة انخفضت إلى 199 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة أن الصادرات النفطية العراقية انخفضت هذا الأسبوع بعدما بلغت 235 ألف برميل خلال الأسبوع الذي سبقه. وأشارت الإدارة إلى أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 8 دول بلغت 5,837 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي بعدما بلغت 4,640 ألف برميل خلال الأسبوع الذي سبقه. أكد النائب مضر القروي أن محافظة ديالى خسرت أكثر من 600 معمل إضافة إلى آلاف فرص العمل بعد عام 2003 بسبب غياب الدعم الحكومي. أضاف القروي أن محافظة ديالى أصبحت مثالا حيا على حجم الضرر البالغ الذي ضرب القطاع الحكومي والخاص في نفس الوقت على حد سواء بعد 2003 بالتحديد، مبينا أن المحافظة فقدت إنتاجية أكثر من 600 معمل، 90% منها تابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة فقدت في المحافظة كذلك من جراء توقف تلك المعامل عن العمل. أكد وزير الاقتصاد والمالية التونسي علي الكعلي أكد أنه لا نية لدى الحكومة لإلغاء الدعم عن المواد الأساسية. وقال الوزير التونسي إن توجه الحكومة يهدف إلى تقديم مساعدات مالية للفئات المستحقة عوضاً عن دعم المواد الأساسية، مؤكدا حاجة بلاده للدعم المالي بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية. وتسعى الحكومة إلى التفاوض مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 4 مليارات دولار على 3 سنوات مقابل تقديمها برنامجا اقتصاديا جديدا يتضمن جملة إصلاحات. ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% بعد 3 أيام فقط من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك حاليا في الولايات المتحدة. وشهد خام برنت ارتفاعا بقيمة 1.33 دولار ليصل عند 66 دولارا و44 سنتا للبرميل الواحد، فيما صعد خام غربي تكساس الوسيط دولارا و64 سنتا ليصل إلى 63 دولارا و54 سنتا للبرميل الواحد. وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية مع تأهب المستثمرين لضخ المزيد من النفط في إيران. إلى اللقاء.